منتجات يدوية وتراثية بيتم عرضها في معرض الأهلية الخامس لمبادرة أيادي مصر، واللي بيضم منتجات يدوية متنوعة بأسعار أقل من أسعار المحلات التجارية والبراند المختلفة. عايزين نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون دكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة مكتبة مصر العامة بد أهلية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها أم الدنيا. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بيكو في عروس الدقهلية مدينة المنصورة، وفي موقع مكتبة مصر العامة بالمنصورة، الموقع المتميز على نيل المنصورة. أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك. عايزين نتكلم مع حضرتك عن تفاصيل هذا المعرض، وإحنا بنتكلم في نسخته الخامسة، فتوضح لنا تفاصيل المعرض وإيه المختلف في النسخة دي عن النسخ السابقة. تمام. طبعا المعرض أقيم تحت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمامه بالمنتجات التراثية واليدوية ودعمها والحفاظ عليها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وللأسرة المصرية. قام يعني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مشكورا بافتتاح هذا المعرض الخامس لمبادرة أيادي مصر لتسويق هذه المنتجات اليدوية والتراثية. تمام. المنتجات يا دكتورة عبارة عن إيه؟ والله إحنا عندنا كافة أنواع المنتجات، يعني عندنا يعني شاملة ومتنوعة. عندنا تحف وأنتيكات خشبية وسجاد يدوي وشنط من البلود الطبيعية وشنط من الخوص، وكل دي اتعملت بأيدي مصرية مخلصة محبة لصناعتها وللحرفة بتاعتها. عندنا حلية نسائية، عندنا مشغولات من الفضة، عندنا يعني معرض شامل ومتنوع. جميل جدا. كلها يا فندم من إنتاج المحافظة، أبناء المحافظة هم اللي عاملينها. كل من أبناء محافظة الدقهلية بشكل عام. والله وبيجوا المعرض من أماكن متفرقة من محافظة الدقهلية، من مراكز مختلفة يعني، وبيجوا بيعرضوا منتجاتهم. وبصراحة أنا بدعو الناس كلها إن هم يجوا يشوفوا المنتجات دي، حاجات غاية في الجمال وفي الروعة يا فندم. طب ده جميل جدا. حضرتك ذكرتي عدد كبير من المنتجات والحرف، إيه أكتر حاجة بتميز المحافظة أو بتتميز فيها المحافظة؟ والله احنا محافظة الدقهلية بشكل عام يعني هي محافظة يعني عندنا الفخار، مثلا عندنا في الصناعات الزجاجية اللي هي الكوبايات والكاسات وأطقم العرائس، الحاجات دي جميلة جدا حضرتك، لو معروضة في المعرض يعني بتضاهي المنتجات العالمية. احنا كمان يعني عارضين الصور دلوقتي يا فندم، انتوا على النيل على طول يعني، احنا في اجمل يعني بقعة. اللي هيدخل عشان يشتري هيتبسط كمان، هيتبسط يا فندم. يعني اختيار اللواء طارق مرزوق موفق باختيار مكتبة مصر العامة للموقع الفريد المتميز ليها على نيل المنصورة يا فندم. طيب المدة قد ايه يا فندم؟ مدة المعرض هو كانت مدة المعرض اسبوع، ومعالي الوزير لما لقى في اقبال ولقى المعرض ناجح أشار سيادته بمد مدة فترة المعرض. طيب لحين الانتهاء من المنتجات، لحد ما هم يعني ينتهوا من بيع منتجاتهم. طيب ده جميل جدا. إزاي اخترنا العارضين يا فندم؟ إزاي تواصلنا معاهم ونسقنا معاهم عشان يكونوا موجودين في المعرض؟ والله يا فندم هي مبادرة أيادي مصر بتستهدف ترويج هذه المشروعات الصغيرة، وعن طريق تخصيص هو في رقم واتساب مخصص المحافظة عاملاه وإيميل إلكتروني. تمام. ده بيسهل تواصل أصحاب هذه المنتجات مع المحافظة، وهم العارضين دول بيرسلوا صور المنتجات ويرفعوها على المنصة، وبالتالي يتم تسويقها وبيعها. يعني أريد العارضين عارفين طريقة التواصل. تمام يا فندم. في رقم واتساب ثابت وايميل ثابت الكتروني بيعرضوا عليه كافه منتجاته. طيب ده خلينا نسال حضرتك عن الاقبال عامل ايه عندكم في المعرض؟ والله الاقبال كويس جدا وحلو. وانا قلت لحضرتك من شويه الموقع المتميز اللي اقيم عليه المعرض ده كان دافع برضو الناس ان هم يجوا يستمتعوا بالمعروضات وبجمال الطبيعه في مدينه المنصوره. طيب لو هنتكلم طبعا عن الاسعار،
عايزين نقسم الموضوع بس لجزئين، محفزات للعارضين وازاي نشجعهم عشان يكونوا موجودين في المعرض، وفي نفس الوقت اسعار المنتجات بتاعتهم عامله ازاي؟ يعني انا شايفه ان الاسعار والله مناسبه، يعني هي الاسعار مناسبه، هي مناسبه جدا، ويعني في متناول الجميع. انا شايفه ان العربيه تمام. احنا مش هنقول سعر حاجه معينه، لكن خلينا نتكلم بشكل عام، نسبتها قد ايه مثلا؟ يعني لو بشتري حاجه موجوده عندكم في المعرض وبشتريها من بره، تمام، نسبه الخصم قد ايه؟ والله هي مناسبة جدا، وهم بيعملوا خصومات للناس، وفي متناول العامة، يعني هي مش حاجات باهظة الثمن، يعني مش حاجات محدش يقدر، لا هي حاجات في متناول العامة. طيب ده عظيم جدا. تمام. وأنا كمكتبة مصر العامة دعمت العارضين، وده طبعا تحت دعم معالي السفير عبد الرؤوف الديدي والسفيرة الطايفي مدير دعم صندوق مكتبات مصر، لإقامة ورش عمل لهؤلاء العارضين داخل مكتبة مصر العامة. يعني هم لو عايزين يقيموا ورش عمل لتعليم صنع هذه المنتجات داخل المكتبة، المكتبة مصر العامة تفتح أبوابها لهم لتعليم الآخرين، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب. تمام، كل شكر. وحماية هذه المنتجات التراثية من الانقراض. شكرا جزيلا يا فندم دكتورة رباب عبد المؤمن مديرة مكتبة مصر العامة بالدقهلية، ألف شكر لحضرتك.